الفني الأول والأخير هو للمدرب أحمد هو صالح. اللي أحمد صالح كان مصاب وقت رجع لعب وكان جاهز استدعى المدرب. اليوم أحمد صالح كلياتنا بنعرف إنه الفريق منتخب سوريا بحاجة له، مثل ما قال الكابتن إنه هو عم يجرب حتى يكون عنده بدلاء، مثل ما صار ما نوع نحن بنفس الغلط اللي وقعناه فيه باستراليا. اليوم كان عندنا أحمد صالح غايب لعبتين باستراليا، كان عندنا غايب هادي المصري، فالاسلوب اللي عم يشتغل فيه المدرب هذا الموضوع حول النجم فراس الخطيب، هل كان القرار اللي اتخذه هو بتحليل مباراة كأس العالم لإحدى المحطات الفضائية سبب من موقف من فراس الخطيب؟ كاتحاد كرة قدم لا، بس هو في عنده كمدرب مو موقف، هو كان بفضل رؤية، كان هو رؤية بفضل انه يكون عنده بالنمسا. خلينا نسمع جواب الكابتن المدرب شتينغ حول هذه النقطة تحديدا. I believe there is nobody here in this room who appreciate the skills and abilities of Firas. أعتقد أنه لا يوجد أحد في هذه الغرفة لا يقدر ولا يفتخر بقدرات وفنيات فراس الخطيب. Skillful, إنه لاعب مهاري ولديه أفكار خلاقة ولديه نهايات ينهي الكرة بشكل جيد في المرمى. I invite him to Basra and دعوته إلى دورة البصرة وسجل هدف رائع في مرمى قطر. I think we see this goal now. في مرمى العراق. عم نتابعه الآن. نعم في مرمى العراق. Yeah, it's Iraq. So, but we find out during these two games that he is not fit enough. لكن اكتشفنا خلال هذه المباراتين انه ليس جاهز بدنيا بشكل كافي. And a coach has to be honest. يجب على المدرب ان يكون صادقا. In front of all Mr. Fadi and the team. وقد فعلت ذلك امام الاستاذ فادي دباس وامام الجميع. If you finish your career with the Asian Cup 2019. سيكون من الرائع ان ينهي مسيرته في كاس اسيا. In United Arab Emirates. It would be fantastic. سيكون امر رائع. You have only one thing to do. ولكن عليك ان تفعل شيء واحد. قلت لفراس هذا الامر. You have to be top fit. عليك ان تكون جاهز بدنيا، جاهز ولائق بدنيا. You can do it. ويمكنك ان تفعل ذلك. كان مصاب. We make a training camp. لا هلا مو مصاب. كان. This is the only. You have nothing to do because you can play football. I cannot teach you anything. كان لدينا معسكر في النمسا وقلت له يجب أن تكون جاهز، لا يوجد لديك ما تفعله سوى أن تكون جاهز بدنيا. ذهبنا إلى النمسا، دعوته، لكنه لم يأتي لأنه أراد أن يعمل كمعلق أو كمحلل، بدلا من أن يتدرب. هناك كان ثلاث مباريات يحللها يوميا. ولكن ماذا تفعل عندما يقول لك كابتن الفريق فراس الخطيب انني لن اتي؟ عليك ان تبحث عن لاعبين اخرين. لذلك نجحنا في استقطاب اياز عثمان من دريسدن وايضا محمد عثمان من هولندا. They are young. They are anxious. إنهما لاعبان شابان. They have the power. ولديهما طموح كبير وأقوياء. They can do everything. وتكتيكياً يستطيعان فعل أي شيء. Firas is fighting for his position. الآن على فراس أن يقاتل من أجل مركزه. And he can play this position from. We have Omar Khribin. في هذا المركز لدينا عمر خريبين، أسامة أومري، محمد عثمان، إياز عثمان. Want to play in this position, and my job is. هناك العديد من اللاعبين يستطيعون اللعب في هذا المركز وعملي هو إيجاد أفضل لاعب لهذا المركز. هذا عمل يومي وعليه أن يكون جاهز بدنيا. فراس، أريد أن أسأل كم مباراة شاهدتم في الدوري الكويتي لفراس حاليا؟ لم يعد يستطيع أن يلعب 90 دقيقة في دوري الكويتي. نعم نشاهد مهاراته، هو لاعب رائع ولديه مهارات رائعة جدا، وأنا أحترمه كثيرا، ولكنه في منافسة قوية مع لاعبين شبان آخرين في المنتخب. I can take Firas tomorrow. He comes to the team and he can play. He cannot play a tournament. He cannot play all three days. ربما يستطيع أن يلعب مباراة غدا، أستطيع أن أستدعيه، لكنه لا يستطيع أن يلعب بطولة لمباراة كل ثلاثة أيام. عندما يكون اللاعب متقدم في العمر التعافي ما بين مباراة وأخرى يأخذ وقت أطول. كابتن أحمد، في أنا مداخلة بالنسبة لي طبعا. هلا نحن أكيد ما بنتدخل بقرارات وخيارات المدرب، هو اللي بنقي اللاعبين. وهي نحن بنحكي على فراس الخطيب. فراس لا شك لاعب مؤثر، لاعب جيد. أنت ممكن تحتاج بفراس
بظروف يعني بظروف المباراه بشكلين، ان كنت خسران ولا ان كنت فايز. ان كنت خسران فراس من اللاعبين الجيدين ممكن يعمل لك حل فارق، شفناه بالتصفيات كما حصل مع اوزبكستان، كنا كلياتنا بمباراه اوزبكستان عم نحلل المباراه، كنا عمل حل فردي نزل 10 دقائق جاب لك 3 نقاط، معناتها نحن متفقين انه اللاعب بالحاله الفنيه ممكن يعمل لك الفارق. او انت كمان بيجوز اذا انت فايز بالمباراه بدك نوعيه لاعبين تستحوذ على الكره بشكل افرادي لحتى تحوط تكسب وقت بشكل كتير ممتاز. يعني هذا الشيء نحن هلي عم نشوف انه فراس يعني بيحسن يؤدي للمنتخب بشكل جيد بهالظروف وبهالوقت وبهالعمر هو اللي هو فيه. هلا هل من تعليق اضافي يعني عما تحدث الكابتن شتينكي عن فراس؟ Time is running. When did you finish your great career? How old are you? العمر يتقدم. متى انهيت مسيرتك كابتن احمد؟ 34 35. كم كان عمرك؟ 35. Yeah. Now you know 35 عام. Players becoming younger and younger in the international. الان في كرة القدم اصبحت كرة القدم الدولية تعتمد على لاعبين شبان اكثر فاكثر. انيستا 33. ربما شاهدتم انيستا وتشابي وشفاينشتايجر وين روني زلاتان ابراهيموفيتش كلهم لاعبين رائعين ولكن انتهت مسيرتهم في مثل هذا العمر. اوكي نحن بس ما عم نطالب كسبه للوقت تفضل. بدي احكي كلياتنا اكيد مع فراس الخطيب وكلنا بنشكره على اللي قدمه، بس دائما لا نتدخل موضوع القرارات تبع المدرب الاجنبي. يعني انا برايي كمدرب وعنده هذا الفريق اكيد اذا فراس الخطيب بحاجته اكيد ما راح يتوانى بانه يجيبه معه. أكيد. يعني نحن كجمهور سوري والله مع فراس ومع احمد صالح ومع كل واحد يمثل نحن بنحكي كابتن جورج من وجهه نظرنا. انا ضد وجهه نظرك. ضد وجهه نظرك انه يروح فراس الخطيب هلا لمجرد نحن نعطي راينا للزلمه ياخذ فراس الخطيب. انا برايي فراس الخطيب قدم اللي عليه بتصفيات كاس العالم، هلا عم تطلع تلعب بنهائيات فرقه محضره غير التصفيات. نحن ما بدنا نرجع للتصفيات، خلينا نحن نحكي بالشيء اللي هلا جايينا. انا معك فراس الخطيب اول لاعب محترف رفع اسم سوريا بالاحتراف وطلع على الخليج، وانا معك انه زلمه سطر اسمه بتاريخ سوريا كلاعب كره قدم، بس هذا ما بيمنع انه انت وقت بيكون عندك في افضل منه ما تجيبه. نحن مع انه هلا بتقلي احمد الصالح بقول لك ايه صغير ومؤثر وما في بديل له. احمد الصالح ما في بديل، احمد الصالح لو في له بديل خريبين ما في بديل له، بس فراس الخطيب عمره هو الاساس وليس مستواه الفني اللي ما عم ياخذه فيه. بس انت هلا بتطلع تلعب مع فرق بدك تشوف كوريا غير كوريا تبع التصفيات، بدك تشوف الصين غير الصين تبع التصفيات، بدك تشوف فرق غير هلا يعني شفنا تبع التصفيات الفرق الاسيويه في كاس العالم. فانا بشوف هلا انا مع فراس الخطيب، بس نحن لا نعمل فراس الخطيب هي مشكله المنتخب السوري. يعني بكره اذا ما ربح بكره المنتخب السوري بيقول لك يا فادي دباس لو جبت فراس الخطيب ما كان ربحنا وكان ساوانا وكان شخص عم يعطي للمدرب الاجنبي كل الصلاحيه بانه هو يكون المنتخب على مسؤوليته. اخذ حقه في هذه النقطه.